السلام عليكم سي بشير. اهلا وسهلا. بديتي اهلا وسهلا ومرحبا. جوهره زوينه حره الميتراج ديالها وافي. كنا دوزنا واحده قريبه ليها كدير 200 درهم درنا لها 199 درهم هذه راه ماشي فحال عرفتيني زيد الماء زيد الدقيق حنا كنرضيو جميع الطبقات وجميع الاذواق. هذه الثمن ديالها 350 درهم اليوم غنديروا لها 250 درهم فقط اخويا العلام. الثوب ديالها ما كيبينش كاع في مره بصفه نهائيه بتاتا. ها هو لا الميتراج ديالها واقف على قولة الله اكبر. دابا خصني نسال بس السي شعيب باش نمشيو حتى حنا نلقاو تسنانا ما كيبداش تنجيو حنايا هاك اخويا اللوينات ديالها راه هما هادو هالشيبي هالمسكي هذا الخرش فيه بحال الخرش فيه بارد هذا موف بارد هذا سومو ها هو هذا نيود ها هو هذا ثاني واحد الفيغ غوايا بارد ها هو هذا اللون هذا خويا بشاب من باش غادي نشبوها ثاني نقولوا باش دوغي مغلوق باش دوغي مغلوق هو هذا اللي قال السي بشايب هي اللي كاينه هذا واحد البلون كاسي باج كريم نيود مخلط هذا فيه كيعطي جميع اللوينات هذا اللون ديال السماء هذا اللون ديال الماء اللون ديال الماء هو هذا وهذا اللون ديال الضايع هي هذه ولا لا ضايع رايبي ولا ضايع يا هذا القصيبه قصيبي زوين ثاني هذا موف واحد اخر هذا مغلوق على هذا انت خويا شوف شعبان شتي ايوه اجل هنا عاود ثاني شوف على شويه كيفاش داير هذا ثاني واعر 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 اللون ديال السيكفلور وانتم ديروا الجيم وديروا بارطاج اختي الميتراج ديالها راه وافي تقدر ديري بها قفطان بديك المجدول ديالها بالشويشه تهبطين ولا ديرها بالحزام ديال الحرير ولا ديريها تكشيطه كتاخذي تحت منها كريب دو سوا ولا ساتان دو سوا هانتي لابسه شي تكشيطه بصحه وراحت بغيتي ديريها كوندوره راه كتجيك كوندوره 3 كار حتى هي كتجيك زوينه اللي بغيتي اختي جوهره الصقل ديالها حر والعبار ديالها ديما كناكد على العبار العبار وافي حيت الاغلبيه ديال الناس كيبيعوا 3 متر ديال الجوهره راه ما كافيه خصك اقل حاجه تاخذي فيها 3 متر و30 اختي اقل حاجه جوهره تاخذي فيها ودابا اللوينات هما حداكم وانا كان انا صورت لكم وكنتسنى منكم نتوما التعليقات وبارطاجي صاحبتك اختي حتى ما كنتيش غادي تشري انت ولا شي حاجه يعني بارطاجي صاحبتك تشوف هذا الخير هذا كامل اخويا قول لي سي بشعيب واش توجد لنا غدا انت؟ عاود اخرى عاود ثاني زيد على مولات 1500 درهم واخا سمح لي يلاه بشعيب راه كيتو كيوجد لكم واحد الباك هنايا يلاه بدا فيك يلاه صاوب الباك الاولاني ان شاء الله حتى غدا ونصورو حتى هو خليو لنا في التعاليق عاود ثاني شنو بغيتي بشعيب يصبر ديال 1500 ولا ديال 2500 ولا ديال 3000 درهم وبشعيب راه عنده باك مخبي ديال 10000 درهم انا فرشتك اخويا بشعيب ومع ذلك ديما قولوا لي بغيتو نصايبو على على قد البسطان جي مختي وبارطاجي ولايكي وصيفطي صاحبتك وخلي لنا واحد الكلمه زوينه تما شجعينا وخليها خايبه كاع لك فينا شي حاجه خايبه نصلحوها وكل شيء ديالكم حنا في الدوله غير امروا حنا الغابه وليتو تصوروا بعديتو